خلاص احنا قلنا مش عارف ايه سي تو شغل بدأت تسجيل؟ طيب الأسئلة الكلاسيفيكيشن بتاع الراوتينج أول سؤال يقول لحضرتك ريفير تو ذا اكزيبت الاكزيبت اللي قدامك ده في هنا نتورك ديفايس which three statements correctly describes network device A طبعا أنا لسه حل الأسئلة دي مع الناس فأنا فاكر الأسئلة ده بيسألك عن الجهاز ده نوعه هل هو راوتر ولا سويتش وبيلعب معاك بالمسكات يعني بص الجهاز ده الاي بي بتاعه 10.1.0.36 الجهاز ده الاي بي بتاعه 10.1.1.7 فبيقول لك لو الماسك كذا يبقى الجهاز ده راوتر ولا سويتش لو الماسك كذا يبقى الجهاز ده راوتر ولا سويتش فانا مش هقعد اوجع دماغي واجرب كل ماسك يدهولي انا هشوف ايه الماسك اللي يخلي لي الاثنين دول في شبكه واحده فيبقى ده سويتش وايه الماسك اللي يخلي لي كل واحد من دول في شبكه فيبقى ده راوتر ندى تعرف تحلي معايا 23 انت شاطره على فكره ندى ها ايه رايك لو الراجل الاولاني 10 1 0 2 3 4 5 6 7 8 دونت كير ما يهمنيش الراجل الثاني 10 1 0 0 0 0 0 0 1 والباقي ما يهمنيش يبقى مين الماسك اللي يخلي لي الاثنين دول الماسك او اقل منه مين اكبر ماسك يخليهم لي في شبكه واحده لو الماسك كام 23 لو الماسك بتاعي لحد هنا والباقي هوست يعني اللي فيه تغيير ده طبعا الهوست فهحطه بصفار لما اجي اجيب النتورك اي دي يبقى كده الاثنين دول في شبكه لكن لو الماسك بقى هنا يبقى دي بقت شبكه ودي شبكه ثانيه خالص يبقى الماسك اللي يخليهم لي في شبكه واحده هو ماسك 23 او اقل لو ماسك 22 او 21 او والماسك اللي يخليهم لي في شبكتين هو ماسك 24 او اكبر طبعا ماسك 24 اللي هو 255 0 ماسك 23 هو 255 بس وطبعا الراوتر ممكن يقول عليه لير 3 ديفايس مش شرط يقول لي راوتر والسويتش ممكن يقول لي عليه لير ديفايس الراوتر ممكن يقول لي عليه ديفايس نيد ان اي بي على كل انترفيس والسويتش هو جهاز مش بينيد اي بي على الانترفيس بتاعه ده وانت يا وحش اولا وإذا نتورك وايد ماسك اوف لو الماسك بتاعك 255 255 255 128 يعني سلاش كام؟ 25 24 واحد لو الماسك 25 يبقوا دول ايه؟ شبكتين اتش انترفيس للديفايس ده doesn't require an IP address ولا does require an IP address؟ هنا يديك سبنت طبعا الاجابه رقم لان لو الماسك 25 ده يبقى في شبكه وده يبقى في شبكه يبقى هحتاج راوتر اللي هو كل انترفيس تاخد اي بي طيب لو الماسك 24 وذا نتورك وايد ماسك اوف 255 255 255 0 ات ماست بي الير 2 ديفايس ولا الير 3 ديفايس لو الماسك 24 هيبقى الير 3 يبقى الاجابه بي ودي ده يا وحش وذ نتورك وايد ماسك اوف 255 255 254 اللي هو ماسك 23 يبقوا كده الاثنين في شبكه واحده each interface doesn't require an IP address كل انترفيس مش هتحتاج IP address طبعا لان في الحاله دي هيبقى سويتش يبقى الاجابه رقم B والاجابه رقم D والاجابه رقم E واضح؟ حازم تمام يا حازم؟ قول يا بيمشي كده ولا كده في ايه؟ 255 255 ادي دي 8 ودي 8 ال 254 اهي بصي 254 اهي يبقى 1 2 3 4 5 6 7 7 و16 يبقى 23 نيجست يا وحش
Question 2, refer to the exit after host A bangs host B, which entry will be in the arbitrary cache of a host A to support this transmission. طبعا السؤال ده اللي وانا بشرح getting standard for sending data, ازاي بجيب الاي بي سورس اوف ديستنيشن وازاي بجيب الماك سورس اوف ديستنيشن, قلت لك دي بيجي في الامتحان وخليكم فاكرين لما نشوف فاكرين ولا لا. ارفع يا وحش. After host A ده pings host B ده which entry information will be saved in the ARP cache of host A, ايه اللي هيتسجل في الARP cache بتاعنا. فاكرين احنا قلنا ايه هو الARP cache اصلا؟ هو عبارة عن ريليشن شيب ما بين الماك وايه؟ الماك انا مفتحتش والله حد قال الحقيقة الماك وحاجة الماك وايه؟ الماك والاي بي. ان قلنا لما بكلم حد في شبكتي يتسجل الاي بي والماك بتوعه علشان لما اجي اكلمه بعد كده ما اعملش ارب تاني. وقلنا لما بكلم حد بره شبكتي يا ندى اللي بيتسجل في ارب كاش اللي بيتسجل في الارب كاش لما بقول يا قولي قولي اه ايه الجيت واي. قلنا لما بنكلم اي حد بره شبكتنا بنعمل بروكسي ارب, فاللي بيرد عليا هو الجيت واي يقول لي طب ابعت لي وانا اتصرف. فعلشان كده البي سي ده يسجل في الارب كاش بتاعه الاي بي والماك الجيت واي علشان بعد كده لما يجي يبعت لاي حد بره شبكته ما يعملش بروكسي ارب تاني, يقوم على طول بعت لمين الجيت واي. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ فاكرين الكلام ده ولا لا؟ فاكر الكلام ده يا شباب؟ فاكر؟ فاكر الكلام ده يا شباب؟ فاكر يا باشا؟ ريام فاكرة؟ ريام كانت كورس من سنة وشوية تقريبا. فاكر يا بيه؟ اسلام فاكر؟ ايه؟ والله كداب والله كداب. يا جماعة انتوا ناسيين ولا ايه؟ مش قلنا لما بنيجي نكلم حد فاكرين يا جماعة لما كنا بنتكلم عن السورس اي بي والديستنيشن اي بي وسورس ماك والديستنيشن ماك؟ وقلنا الديستنيشن ماك له حاجتين. اولا لو الحد اللي بكلمه از ان ذا سيم نتورك, ثانيا لو حد بكلمه في انذر نتورك. قلنا لو الحد اللي بكلمه في نفس شبكتي بعمل ار ريكويست بصرخ يا جماعه الاي بي ده مين الماك بتاعه, فيرد عليا صاحب الماك يقول لي انا الماك كذا, اقوم مسجل في الار كاش بتاعي ان الاي بي الفلاني الماك بتاعه كذا علشان بعد كده لما اجي اكلمه ما اعملش ار تاني. فاكرين؟ وبعدين قلنا لما نيجي نكلم حد بره الشبكه مين الاي بي والماك اللي هيتسجله؟ في بعض الناس قالوا بيتسجل الاي بي ده, لو انا ايه هيتكلم بيه؟ قالوا مسجل الاي بي ده والماك ده. قلت لهم ده معناه ان انا كل ما اكلم حد بره شبكتي هعمل بروكسي ار علشان اعرف الاي بي والماك. قلنا ان من ذكاء جهاز الكمبيوتر انه بيسجل الاي بي والماك بتوع الجيت واي, لانه عارف انه كده كده لما يجي يكلم اي حد بره شبكته لازم يروح للجيت واي فيقوم باعت الماك ده. يبقى كده الاي بي اللي هيتسجل هو 192 168 61 على الماك 00F 2480. افتكرت يا كريم؟ انا افتكرت عشان حاجه واحده عشان ايه يا حبيبي؟ كان ساعتها قلت بروكسي ساعتها بس عايز اقول لك صح بروكسي بالنظريه صح. روح يا كريم روح يا كريم. دوني وحش الارب لما بتكلم حد في شبكتي, البروكسي لما بتكلم حد في شبكتي. دوني وحش 192 168 61 والماك اللي اخره 16 الاجابه رقم دي. دوري question 3, which destination addresses will be used by host A, ايه هو الديستنيشن ادرس اللي هيستخدمه الهوست A to send data to host C. لما host A يحب يبعت داتا لهوست C هيبعتها بالديستنيشن ماك مين يا جماعه؟ الماك ايه؟ زيرو. الماك بتاع والديستنيشن اي بي هيبقى الاي بي بتاع مين؟ بتاع هوست C. تمام؟ وريني الاختيارات. هل اختيارات؟ الاي بي بتاع هوست سي والماك بتاع الانترفيس اي 0 يبقى سي واف. داون ثانيه
ثانية معلش. ارجع تاني وحش. لا 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 لا. هاتي جزء من ثلاثة. فاطمة ربيع من عائلات ربيع بشرقية بتقولي دلوقتي الراجل ده لما يجي يكلم الراجل ده انت بقى بتقول هيبعت لمين؟ فانا بقول لها يا فاطمة هيبعت للمال بتاع الانترفيس اي زيرو وهيبعت للاي بي بتاع ده. تقول لي استنى انت في السؤال اللي فات قلت الماك والاي بي بتوع الجيت واي. الماك والاي بي بتوع الجيت واي هم اللي هيتسجلوا في الارب كاش مش هم الايبات عليهم. الراجل ده لما يحب يكلم الراجل ده هيعمل ارب ريكوست هيرد عليه ده يقول له ابعت لنا هيقوم باعت لده يعني باعت للماك ده بس باعت في الاي بي بتاع ده. لكن اللي متسجل في الارب كاش الاي بي والماك بتوع ده فاهمة؟ لكن مش هيبعت لهم. هو لو بعت الاي بي والماك بتاع ده هتوصل لده هياخدها خلاص هيعديها ليه؟ فهمتي فرق ما بين الديستنيشن ماك والديستنيشن اي بي وما بين الماك والاي بي اللي بيتسجلوا في الارب كاش ماشي؟ انا هنا هسجل في الارب كاش هبعت اصلا هبعت الاي بي بتاع هوسي وللماك ده لكن هسجل في الارب كاش الاي بي والماك بتوعنا ماشي؟ ده ما يقعش ده اللي احنا هنلاقيه Question 4. Which two benefits are provided by using a hierarchical addressing network addressing scheme? بص يا رجال. Hierarchical يعني شبابي. يعني بقول لك ايه افتحي صفحة بيضا. بص يا رجال. الـ IP version 4 لما اخترع الـ IP version 4 لما اخترع وظهر علم النتورك الناس ما كانتش متخيله ان علم النتورك هيبقى بالاهميه دي فكان عمليه بيع وتوزيع الاي بيهات عمليه عشوائيه ما بتعتمدش على اي حاجه يعني مثلا الشبكه اللي اسمها 172 ده راوتر اهو في امريكا عند ايادا في حد في انجلترا يعني ناحيه مثلا انترفيس ريال زيرو طلب شبكة قمنا مدينه 172 16 1 0 ماسك 14 ده في انجلترا مثلا واحد في مصر طلب شبكة قاموا مدينه مصر ناحية سيري روم قاموا مدينه 172 16 2 0 واحد في هولندا طلب شبكة قاموا مدينه 172 16 3 0 واحد في تركيا طلب شبكة فدينا له 172 16 3 0 التوزيع عشوائي ناس تاني في مصر طلبوا شبكه قمنا مدينهم 172 16 4 0 انصقهم ده معناه ان الراوتنج تيبل بتاع الراجل ده هيبقى فيه سطر ان ناحيه بيت ان 172 16 1 0 على اس 0 1 2 على اس 2 1 3 انصقهم الراوتنج تيبل كبير قوي تنبهوا جدا للموضوع ده في الاي بي فيرجن 6. الاي بي فيرجن 6 لما جم يعملوه وزعوه بطريقه كويسه قوي. لو كانوا اتبعوها في الاي بي فيرجن 4 كانت هتفرق كتير. اللي هي ايه؟ هل هنا يجوز ان انا اقول ان الشبكه 172 16 0 0 كلها في الناحيه الفلانيه؟ لا ما هو 16 1 هنا و16 2 هنا. لكن عارف لو كانوا اتبعوا الطريقه اللي هي اسمها الهيراريكال ديزاين كانوا هيدوا 172 16 0 0 سلاش 16 كلها مثلا لافريقيا وافريقيا تاخد وتقسم بقى جوه فهو عنده بدل ما يسجل ان 16 1 الناحيه دي و16 2 الناحيه دي و16 لا هيقول انه 16 كلها الناحيه دي الاي بي فيرجن 6 شغال بالاسلوب ده اللي هو الهيراريكال ديزاين التنظيم الشبابي انه يمسك بلوك ليديه مكان وبعدين المكان يبدا يقسم ويدي ويقسم ويدي ويقسم ويدي يسمع الهيراريكال ديزاين وريني كده يا وحش الاختيارات بيقول لحضرتك which two benefits are provided using a hierarchical address hierarchical addressing network addressing schemes اولا هي reduce the routing table address just two ها ايه رايكم؟ صح لان بدل ما اقعد اقول الشبكه كذا في المكان الفلاني والشبكه كذا في المكان الفلاني الشبكه كذا في المكان لا الشبكات دي كلها في المكان الفلاني صح
بيحصل اوتو نيجيشن اوف ميديا ريتس. لما نبقى عاملين هيراركال ديزاين السرعه بتاعت نقل الداتا بيحصل عليها اوتوماتيك نيجيشن. نيجيشن التفاوض ايه ده؟ ايه ده؟ ولا ليه علاقه باي حاجه اصلا. Efficient utilization of a MAC address. الماك ادرس بنستخدمه حلو قوي. ايه ده؟ Dedicated communication between devices. الأجهزة بتتكلم مع بعض point to point. ايه ده؟ Ease of management and troubleshooting. لما يبقى في مشكلة من 172 هقوم قايل يبقى دي جاية من افريقيا. واروح لافريقيا في حاجة اسمها افرينك. اقول لها يا افرينك في مشكلة تقوم قايلة لي دي جاية من الدولة الفلانية. جاية من مصر. اروح لمصر اقول لها لوزاره الاتصالات اقول لها في مشكله تقوم قايله لي دي جايه من تي داتا. اروح لتي داتا تقول لي ده في مشكله اقول لها تقول لي دي جايه لي من فلان الفلاني. يبقى بقى الموضوع ايه؟ تدريجي كده مش هتوه. يبقى الاجابه رقم ايه والاجابه رقم تي داون يا وحش. كويستشن 5 ريفير للاكزبت ده ان ذا بي ال اس ام ادريسنج سكيمز وات السمري ادريس و بي سنت فروم راوتر اي. واضح ان الراوتر ده عنده شبكتين عمل لهم سمري وبعتهم كده وده عنده شبكتين عمل لهم سمري وبعتهم كده وده عنده شبكتين عمل لهم سمري وبعتهم كده. بيقول لك الراوتر ده لما يجي يبعت كده ايه السمري اللي هيبعته؟ ولا اي حاجه. اقل اي بي اكبر اي بي اند جيت وعدد البتات 172 واحد ليه ولا ايه ده؟ 172 16 128 16 32 16 64 يبقى اقل حاجه 16 كام؟ 172 16 32 ادي 4 6 7 8 دونت كير ما يهمنيش. اكبر حاجه ال 128 خلاص موتها. ال 128 اللي هي واحد والباقي اصفار يبقى من اول هنا مش داخل في المصري. يبقى السمري هعمل اند جيت هيبقى 172 16 00 والماسك سلاش 16 هو اول 16 بت بس اللي هي 172 16 172 16 لكن الباقي كله من اول هنا حصل تغيير. يبقى السمري بتاعي 172 16 00 والماسك 16. يلا يا وحش 172 16 00 والماسك 16 ايه ده؟ وين لا 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 اي حاجه ولا ده اي حاجه. اند جيت وعدد البتات من شبه والمصر. سؤال تاني. بيفرق الاكزبت وات ذا موست افيشنت سيرايزيشن ذات ار 1 كان يوز تو ادفرتايز ذات نتورك تو ار اي. اصغر واحده ايه الماسك اللي هيستخدمه؟ اصغر واحده كام؟ هي 72 1 4 1 4 0 1 5 1 6 1 7 يبقى اقل حاجه 172 1 ال 4 0 2 3 4 5 1 0 0 ادي دي الاربعه وبعدين دونت كيس اخر حاجه 7 اللي هي 4 1 1 يبقى الماسك لحد فين؟ يبقى الماسك لحد فين؟ يبقى السمري 172 1 4 0 172 1 4 0 والماسك 16 17 18 19 20 21 22 والماسك 22 داون يا وحش. داون يا وحش. الإجابة رقم إيه؟ 172 1 4 0 ماسك 22. بيقول لك إن السمري بتاع دول هيبقى هو كل ده. هو ده السمري بتاعه. ده كله لوحده. أوكي؟ Which address is efficiently summarized the routing table of the address for router main? ايه السمري بتاع الناس دول؟ وريني هما من كام؟ اقل حاجه 16 0 0 تقريبا 172 16 0 0 اكبر حاجه 16 8 مش محتاج ان انا افك ولا محتاج افك؟ 16 طبعا 16 13 سوري يبقى السمري هيبقى كام؟ 172 16 0 0 والماسك ال 13 اللي هي هتبدا من عند ال 8 يبقى ال 8 رايحه وال 4 رايحه وال 2 رايحه وال 1 رايح يبقى كده هياخد 4 بت على ال 16 يبقى ماسك 20. 8 وال 4 وال 1 يبقى ماسك 21 يعني 172 16 02 3 4 5 6 7 8 ال 13
اللي هي 2.0.2.1.2.2.3 اللي هي 8 وال 4 12 وال 1 يبقى الماسك الحداد يبقى زي ما انا قلت 20 اللي هو 16 17 18 19 نعمل ايه؟ اهو هو بيقول لك السما دي بقى اللي المفروض يبقى مكتوب عليه هو كام؟ السما دي لكل الشبكات دي كام؟ 16 سنه موجود على اي انترفيس يعني؟ اه فاهم شرفنا ان شاء الله في تمام؟ يبقى كده السمري بتاع كل الشبكات دي هيبقى 172 16 0 0 ماسك 20 ماسك 20 16 0 0 اللي كمان رقم 0 نعم يا فندم هو الراجل لسه كان بيقول لي السؤال ده بصي هو بس ايه الموضوع بتاع السمري ده انا علمتكم ازاي تكتبوا تحسبوا المانيوال سمري صح؟ لكن علمتك ازاي اصلا تنفذه بس معلش ايه عدي شرفينا في الدنيا دي ان شاء الله في اول محاضرتين نشرح الكلام ده بالتفصيل ثواني يا وحش ايه كل حاجه ناخدها في اول محاضرتين في الام بي ما هو كل هو اصلا نتورك ايه اربع محاضرات اخر محاضرتين ايه بالظبط طيب what do things will a router do when running a distance vector routing protocol? A distance vector ده بيتهيألي الرب الاي جي ار بي. ايه اللي بيحصل لو انت مشغل distance vector protocol؟ اولا بتبعت periodic update regardless of a topology change ولا بتبعت ال entire routing table to all routers in the routing domain ولا بتuse the shortest path algorithm to determine the best path ولا بتابديت ذا راوتينج تيبل بيزد اون الابديتس فروم ذير نيبرز سي ومين يا هانم؟ الهانم بتقول لي سي اللي هو يوز ذا شورتست باث الجوريزم الريب بيستخدم شورتست باث الجوريزم تشيس بي اف طبعا سي دي اللي بيستخدمها مين يا رجاله؟ روز بي اف تمام ها هي دي معانا دي في عينك الريب بيبعت ابديت الاي اي جي ار بي الرب يبعت ابديت للروز بيف؟ لا الرب اللي زي ليه اخترته اول انتاير راوترز هيبعت لكل الراوترات؟ لا هو بيبعت لكل الراوترات اللي شغاله بالرب سند بيريودك ابديت واحنا مش قايلين ان الرب بيبعت بيريودك ابديت مره كل 30 ثانيه والاي جي ار بي بيبعت مره كل 90 ثانيه ريجاردلس اوف توبولوجي تشينج بغض النظر حصل تغيير ما حصلش تغيير هو عنده بيريود بيبعت عليها كل 30 ثانية لو ريب كل 90 ثانية لو اي جي ار بي سند بيريودك ابديت ريجاردلس اوف توبولوجي تشينج والابديت ذا راوتنج تيبل ده كل البروتوكولات بقى اصلا الابديت للراوتنج تيبل بيحصل اكوردنج تو الابديتس فروم ذا نيبر اما جيرانك بتبعت لك ابديت تقدر تحطها في الراوتنج تيبل اوكي ايه ودي اخر واحده بيقول لك 200 ما خدناش بالنا منها 200 ذا توبولوجي اوف ذا انتاير نتورك ان اتس داتا بيز هو الرب عنده داتا بيز تيبل طب مين اللي بيعمل الحركه دي؟ الاوز بي اف الاوز بي اف هو اللي بايه؟ بيعين جواه الانتاير نتورك الشبكه بالكامل عامله ازاي؟ داني وحش ال ال اس دي بي برافو which command is used to display the collection of the OSPF link state الكوماند ده احنا ما عملناهوش في اللاب. ايه الامر اللي بيوريك ال اس دي بي؟ الداتا ال اس بي اف لينك ستيتس. شو اي بي اس بي اف نيبرز؟ ده احنا عملناه، ده بيوريك الداتا بيز؟ ولا شو اي بي اس بي اف داتا بيز؟ ولا شو اي بي اس بي اف لينك ستيت؟ ولا شو اي بي اس بي اف ال اس اي داتا بيز؟ تتوقعوا مين كده؟ لينك ستيت. لا هو بي. لما بحب اتفرج على الداتا بيز بقول شو اي بي اس بي اف داتا بيز. مش احنا في الاي اي جي ار بي لما كنا بنحب نتفرج على التوبولوجي تيبل كنا بنقول شو اي بي اي ار جي ار بي توبولوجي يبقى في الاوز بي اف لما احب اتفرج على الداتا بيس اقول له شو اي بي اوز بي اف داتا بيس الاجابه رقم بي ده بعمله برده في الام بي لان تفاصيل ال اس ايز ودي طيب 1 و2 و3 و4 ولا 5 ولا 6 ولا 7 ولا 8 اظن دي كلها بقى ايه في الام بي فما حبيتش ان انا ارهقك واثقل عليك ان انا افرجك على الداتا بيس دي ده يا وحش If IP routing enabled, لو انت بتعمل عمليه راوتنج which two commands set the gateway of the last resort to the default gateways
مين الكومن اللي بيعمل الجيت واي في لاست ريزورت؟ ها شوستو في واحد انتوا خدتوه وواحد ما خدتوش، هتاخدوه في الانمي. طلع لي الواحد اللي انت خدته، ايه اللي بيعمل جيت واي في لاست ريزورت؟ اول واحد، اول واحد في عينك طبعا اللي جاب رقم مين اللي انتوا خدتوه؟ سي اي اي بي رول 000000 ويا بكتب اكزيت انترفيس يا بكتب نيكست اوب، يبقى ده نيكست اوب. ايه مش عارفين المعلومه دي ولا حاجه؟ اي بي روت 4-0-4-0 اي اي بي خرجوا من اي مصر ويا اكزيت انترفيس يا نيكست اوب، هو هنا حاطط نيكست اوب. الكوماند الثاني وده ان شاء الله باذن الله هناخده في الان بي، ممكن يكون هو كاتبه في الان اي بس بصراحه انا بشرحه على حتتين، حته في الان بي وحته في الاي اي، لان برضه في لفه كده فيه. فالحته العاديه بتاعت الان بي ان في كوماند اسمه اي بي ديفولت نتورك، وبتكتب اي شبكه مش شرط شبكه معينه اللي هو الكوماند اي بي ديفولت داش نتورك. وعلى فكره ده بيستخدم مع الاي اي ار بي بس موال كده، فعشان كده انا ايه بركنه الان بي. فيا اما اي بي روت 000000 ويا اكزيت انترفيس اي بي في ستار، يا اما اي بي ديفولت داش نتورك وبنكتب اي شبكه مش شرط 000 دي. اوكي يبقى كده اللي جاب رقم سي واللي جاب رقم اي. تمام كويستشن 11 ويتش بارامتر وود يو تيون، ايه البارامترز اللي انت هتعملها عمليه تيوننج يعني تلعب فيها تو افكت ذا سيلكشنز اوف ستاتيك روت از ا باك اب وين ا دايناميك بروتوكول از اولسو بينج يوزد. ولكن هو لو انت مش عارف مال ستاتيك راوتنج وديناميك راوتنج، مين اللي بيظهر في الراوتنج تيبل، الستاتيك ولا الديناميك؟ الستاتيك. لان الستاتيك باب من كام؟ يا اخي ده الستاتيك لو كاتب نيكست هوب هيبقى باب من واحد. طب الديناميك افضل حد فيه الاي اي ار بي باب من كام؟ 90.